السلام عليكم ورحمه الله. من بدايه الحلقه كده يا جماعه، اللي بيحب محمد صلاح وبيتعصب له وشايف ان محمد صلاح ما بيغلطش وكل كلامه صح وكل تصريحاته صح، يا ريت ما تتفرجش على الفيديو ده، عشان الفيديو ده مش هيعجبه. فانا من الاول كده بنصحك اهو، ومش عايزك تشترك في القناه ولا اي حاجه خالص، سيب الفيديو خالص. لكن اللي بيحب محمد صلاح وفي نفس الوقت بيحب يسمع كلمه الحق وما بيتعصبش لحد وحبه لدينه وحبه للشريعه يفوق اي محبه، فده اهلا بيه في القناه، ويا ريت يشرفني ويشترك في القناه. ولو اختلف معايا في الرأي بأدب واحترام يبقى فوق دماغي من فوق، وأحترم رأيه وأخد ودي معاه في الكلام، لكن اللي هيغلط ويسب ويشتم يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى. يلا نبدأ الحلقة. محمد صلاح في تصريحه الأخير مع المذيع عمرو أديب أثار جدل كبير بين الناس وأغضب كثير من الملتزمين. والسبب في كده أن محمد صلاح لما تسأل ليه أنت ما بتشربش خمرة، كانت الإجابة أنه قال أنا نفسي ما بتروح لهاش، مش شايفة حاجة كبيرة أن أنا أروح لها. يا أبو صلاح، وكان بيسألك على صينية بطاطس. أبو صلاح ده بيسألك عن الخمر، بيسألك عن الخمرة أم الخبائث، بيسألك عن كبيرة من الكبائر، بيسألك عن شيء الذي يفعله ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10، اللي بيشربها واللي حاملها واللي سقيها واللي بيقدمها للناس يعني لعن 10 في الخمر. والله تبارك وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب من أشد أنواع التحريم، إن الإنسان مش بس ما يشربش خمر، لا ده يبتعد عن أي مكان فيه خمر أو أي مكان بيؤدي إلى شرب الخمر. طبعا هتقول لي ما هو مش قصده يحلل الخمرة والخمرة حرام ومعروف إن هي حرام، وبعدين محمد صلاح مش شيخ يعني عشان يقول حرام وحلال والكلام ده. أقول لك أولا، محدش قال إن محمد صلاح بيحلل الخمرة، وما ظنش أبدا إنه ممكن يكون بيحلل الخمر، لكن الرد نفسه مستفز، الرد نفسه أغضب كثير من المسلمين. إزاي أنت كمسلم بتسأل عن الخمر وبعدين تقول له أصل نفسي ما بتروح لهاش؟ إيه اللي نفسي ما بتروح لهاش؟ كان أبسط رد وأسهل رد إن أنت تقوله الخمر حرام، ما بشربهاش عشان حرام. يجي بقى واحد متفازلك يقول لك بقى إيه، وأنت هتجبره يقول إيه وهتقول له يقول إيه؟ ما يقول اللي هو عايزه. لا يا حبيبي، ما يقولش اللي هو عايزه، لأنه بيتكلم في أمر معلوم من الدين بالضرورة. كلام ده لو قاله واحد مثلا مغمور مش مشهور محدش يعرفه، لكن واحد في قيمة محمد صلاح ليه الشعبية الضخمة دي في العالم كله وناس كتير بتحبه والناس بتتخذه قدوة وبيتقال عليه كمان فخر العرب، يقول اللي هو عايزه لما يكون الكلام في أمر مباح، يقول اللي هو عايزه، يقول بحب النادي ده ما بحبش النادي ده، بحب أشرب سحلب ما بحبش أشرب شاي، هو حر يتكلم زي ما هو عايز في الأمور المباحة. لكن أمر يتعلق بالدين فكان الطبيعي أن أي مسلم الإجابة الصريحة يقول ده حرام، وما تقوليش برضو أصل هو عارف أن هي حرام والمذيع عارف أن هي حرام وكلنا عارفين أن هي حرام يبقى خلاص مش لازم أن يقول. لا، ده كلام فاضي، ده كلام مش مقبول أصلا، ده بالعكس، ده كان الرد الصحيح في الموقف ده ان يقول انها حرام لان معلوش اي حرج اصلا ولا عليه اي مشكله، والرد اللي كان متوقع منه ان يقول انها حرام. يعني اللي بيساله اكيد متوقع منه الرد ده، لان المفروض مسلم زيه وعارف ان اي مسلم لما يتسال ليه ما بتشربش الخمر هيقول لانها حرام. بل اي مسلم متمسك بدينه في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي مكان لما بيسأل انت ليه ما بتشربش الخمر بيقول لانها محرمه في ديني، ليه ما بتاكلش خنزير لانها محرمه في ديني. وهم بقوا عارفين عننا كده، هم بقوا عارفين ان المسلمين ما بيشربوش خمر ولا بياكلوا الخنزير. لكن يجي بقى رد محمد صلاح، الرد المستفز المايع ده حاجه مش مقبوله. ما تقعدش بقى تبرر له وتقول لي ده هو يعني اخلاقه طيبه وراجل محترم وبيتصدق، كل ده على دماغنا من فوق وكل ده حاجه جميله وما اختلفناش فيه، جزا الله خيرا على اي عمل صالح بيقدمه. لكن احنا بنتكلم في نقطة محددة، انا مش بتكلم على شخص محمد صلاح، انا بتكلم على نقطة محددة، التصريح اللي محمد صلاح قاله. لو اي انسان على وجه الارض قال نفس التصريح ده بنفس الكلام كنا هننتقده برضه، حتى لو كان اعلم العلماء وطلع قال نفس الكلام كنا هننتقده برضه، لان ده كلام مش مقبول. وزي ما قلت قبل كده ان محمد صلاح ليه قيمة كبيرة عند الناس، محمد صلاح مفروض علينا في كل حاجة. انت بتمشي في الشارع بتلاقي صوره على المقاهي، محلات البلاي ستيشن بتلاقي صور محمد صلاح، ألعاب الأطفال عليها صور محمد صلاح، التيشيرتات بتلاقي عليها محمد صلاح، حتى المناهج الدراسية بيدرسوا للشباب والبنات في المنهج الدراسي المعتمد من الحكومة بيدرسوا لهم محمد صلاح ونجاح محمد صلاح. كل ده أنا مش معترض عليه، فده يدل على إيه؟ يدل إن الراجل ده ليه قيمة كبيرة عند الناس وإنه محبوب بين الناس، والحمد لله إنه محبوب بين الناس، مفيش أي مشكلة إنه محبوب بين الناس. بس طالما أنت محبوب بين الناس ومحبوب
في بلاد المسلمين، لأنك مسلم يبقى لازم أنك تحترم مشاعر المسلمين، ما تقولش كلام كده مطاط وكلام كده مايع رخو، ما بتصرحش فيه بالعقيدة بتاعتك وما بتصرحش فيه أن الأمر حرام. لازم نتعلم نعتز بديننا، لازم نتعلم أن احنا نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وياريت محمد صلاح يتعلم من صاحبه وحبيب أبو تريكة، ما هو أبو تريكة برضو راجل كان لعيب كبير ولعيب مشهور وناس كتير جدا بتحبه وبرضو ليه مكان عند الناس، بس في نفس الوقت بيقول كلمة الحق، لا بيداهن ولا بيميع الدين ولا بيلف ويدور في الكلام، بيقول كلمة الحق. يقول لك ما انتوا هتبيحوا الخمر وهتبيحوا الناس لا يا حبيبي، انت جاي في دولة إسلامية زي ما احنا بنحترم عاداتها وتقاليدها، طبعا زي ما احنا بنحترم، ما بنروح نحترم قوانينك وعاداتك وتقاليدك، انت جاي هنا في دولة عربية إسلامية لازم تحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها، وده قيمة كبيرة، مش رياضة بس لعب كرة 11 ضد 11 وحاجات فنية. زي ما احنا بنحلل الكرة لازم الرسالة الأخلاقية الموجودة والعادات اللي غير عاداتنا وتقاليدنا وما تناسب لا تناسب ديننا لازم نتصدى ليها. ومحدش يعني يفتكر ان احنا بنتصيد لمحمد صلاح الأخطاء والكلام ده، لا والله. طب ما محمد صلاح عمل أمور برضو خطيرة ومحدش يتكلم فيها والناس عدوها برضو، وقال لك برضو ممكن يكون مش عارف، يكون جاهل بالحكم الشرعي، خلاص هنقول معذور. لكن أمر معلوم من الدين بالضرورة، مفيش اتنين مسلمين يختلفوا فيه، مش قادر يقول إنها حرام؟ مكسوف تقول إنها حرام؟ بتقول نفسك مش رايحة لها؟ يعني نفسك لو رايحة لها ممكن تشرب؟ ما هو ده اللي ممكن يتفهم من الكلام. أنا عارف إن نيته طيبة إن شاء الله وإنه مش قصده حاجة، الناس اللي بتقعد تتكلم ايوه يا عم ان شاء الله نيته خير ومش قصده حاجه والكلام ده، بس احنا بنتكلم على النتيجه، احنا بنتكلم على الظاهر، لنا الظاهر، السرائر يتولاها الله تبارك وتعالى، لكن احنا لينا الظاهر، والاحكام الشرعيه بتؤخذ على الظاهر، وفي قرائن بتدلل، في قرائن بتدلل، انسان بيتكلم عن حكم شرعي واضح وصريح بهذه الطريقه يبقى لا، في مشكله كده في التعامل مع الشريعه، في مشكله في التعامل مع الشريعه، في مشكلة في التعامل مع إظهار الهوية الإسلامية. هتقول لي بيسجد في الملاعب، ما يسجد في الملاعب حاجة كويسة وجميلة، بس لما يسأل عن حكم زي ده لازم يصرح إنه حرام. فالمسلم لازم يظهر هويته الإسلامية ويعتز بهويته الإسلامية. في الوقت ده الغرب هيحترموه، في الوقت ده الغرب هيحترمه ويحترم إنه ملتزم بدينه، والمسألة لا فيها دبلوماسية ولا فيها سياسة، المسألة مسألة دين. يعني محدش هيقدر يلومك، يعني أبو صلاح محدش هيقدر يلومك لأنك بتقول إن دينك بيحرمها، ده دينك اللي حرمها مش أنت يعني. وفي نفس الوقت أنت أكتر متابعينك العرب والمسلمين، وبيحبوك عشان أنت عربي ومسلم أكتر من حبهم للعبك، أو حتى اللي بيحبوا محمد صلاح يبقوا عارفين المسألة دي، إن أكتر الناس بيحبوا محمد صلاح وبيشجعوا محمد صلاح وبيهتموا بمحمد صلاح لأنه عربي ومسلم وحقق نجاح، فده اللي بيخلي الناس يحبوه. لكن الملاحظ إن محمد صلاح هو اختار إن يكون لاعب كورة فقط، كل همه إنه يبقى أحسن لاعب في العالم، إنه يحصل أكبر جوائز، إنه يحصل أكبر نجاحات للفريق اللي هو فيه. ولذلك نادرا لما نلاقي لمحمد صلاح أي موقف في أي أحداث من أحداث المسلمين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيسب والمسلمين بيقتلوا في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين، ومع ذلك ما بنسمعش لمحمد صلاح حس ولا بنشوف له أي حاجة ولا أي حاجة خالص، ولو علق يعني يبقى تعليق برضو رخو من التعليقات بتاعته دي وكده وخلاص، ما بيصرحش بكلام صريح يبين فيه مبدأه ولا يبين فيه، ما بيصرحش أبدا بكلام صريح يبين فيه مبدأه، زي قلنا صاحبه أبو تريكة اللي بيتكلم بكلام مباشر. لما بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدافع بكلام مباشر وبيتكلم بقوة، لما اتكلم عن الشذوذ والشواذ والمثليين اتكلم وما هموش أي حد، ما هموش إنه ممكن يتضر وممكن يترفد من القناة وممكن يتقطع عيشه، ما هموش، وكل اللي همه إنه يدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، ما هموش الحرب اللي الغرب هتشنها عليه والصحف اللي هتتكلم عليه، ما هموش كل ده، واتكلم بكلام صريح. ده بقى الفرق بين اللي بيتكلم بصراحة ووضوح وبين اللي بيلف ويدور في الكلام. فيا جماعة بعيدا عن شخص محمد صلاح، الموقف اللي محمد صلاح اتخذه في موضوع الخمر موقف خاطئ وتصريحه تصريح خاطئ، ولا يصح لأي مسلم انه يتكلم بهذه الطريقة الرخوة اللي فيها نوع من أنواع الضعف، وان أي مسلم يجب عليه أن يعتز بدينه. وشوفوا في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله.